من ضمن الأسئلة، أنا جات لي زراعة وببكي من أول ما جات لي. أنا كان نفسي أدخل كلية طب. هل كلية زراعة كلية ملهاش لازمة ومحدش يعمل فيها أي حاجة؟ الحقيقة يعني مادام خلاص دخلنا الكلية، يعني كان نفسنا ندخل طب وخلاص، ما حصلش نصيب، فالحمد لله على كل خير. ما تعرفيش الخير فين. فأهم حاجة بقى نعمل adaptability، أو نعمل نوع من أنواع التكيف. خلاص جات لنا كلية زراعة، نشوف الأوبشنز أو الخيارات المتاحة. ممكن تشوفي الحاجات الخاصة بكلية زراعة، عملنا فيديوهات خاصة عليها. ممكن تعملي سيرش على اليوتيوب، القناة بتاعتنا في ركن السيرش، هتلاقي اتكلمنا كتير على فرص كلية الزراعة وكل هذه المواضيع. ولكن أنا الرسالة عاوز أقولها لك، إنه بلاش نعيش دور الدراما الشديدة، تعبت مفيش حاجة حلوة في حياتي، وإيموجي اللي بيعيط والحاجات دي كلها، وحظي طول عمري مش حلو. نتجاوز المرحلة دي. لو احنا خلاص كان نفسنا في كلية معينة وما جاتلناش، أرض الله واسعة، ونرضى بما قسمه الله لك تكن أسعد الناس. ودايما ما تقارنش نفسك بغيرك علشان دايما تعيش في سعادة.